الآن الكلمة مع معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فليتفضل فضيلته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من زكى ربه عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى معلمه فقال: علمه شديد القوى، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول سيدنا حسان بن ثابت: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خلاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فقبل الدخول في الموضوع هناك مقدمتان، الأولى هي رسالة شكر وتقدير لسيادة العميد الصديق والزميل العزيز الذي شرفته برفقته طوال مسيرتنا التعليمية، الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد الكلية، وكل قيادات الكلية المحترمة، سيادة العميد السابق الأستاذ الدكتور جاد الرب أمين أستاذ الحديث، سيادة الوكيل أستاذ الدكتور حسن القصبي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والزميل العزيز الدكتور حسني التلاوي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ويعني التهنئة له وكل التمنيات لإدارة الكلية ولكل الزملاء، وأيضا الشكر والتقدير للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الذي نشرف جميعا بالانتماء إليها وإليه، والتي تقام هذه الندوة أو هذا اللقاء في إطار التنسيق والتعاون بينها وبين جامعة الأزهر الشريف، والذي يعني نسعد بأن تأتي هذه المشاركة في إطار هذا التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمنظمة العالمية لخريج الأزهر. والحقيقة كما ذكر سيادة العميد يعني هذه المقدمة لأبنائنا الطلاب، فقد يأتي اليوم إن شاء الله الذي يكون فيه من بينكم من هو في مثل مكاننا أو أفضل إن شاء الله، وما ذلك على الله ببعيد، المهم أن تأخذوا بالأسباب. فقد قضيت في هذا المكان وفي أحاب هذه الكلية المباركة ما يزيد على 3 عقود ونصف، منها ما يزيد على 3 عقود، أي على أكثر من 30 عاما قبل تولي الوزارة، طالبا فمعيدا فأستاذا فعميدا، وما زلت إلى الآن أستاذا غير متفرغ إلى جانب عمل الوزارة. وكان الحقيقة فضيلة الأخ الزميل دكتور عوض إسماعيل رفقة حياة منذ أن التقينا في السنة الأولى
في هذه الكلية، وسكننا معا عاما كاملا في المدينة الجامعية إلى هذا اللقاء. هذه كلية مباركة، ونؤكد أنها تمثل الأزهر القديم الذي يخرج العالم الموسوعي، فهي الكلية الوحيدة التي تدرس علوم الدين واللغة متكاملة بكل أقسامها، بقسم أصول الدين، إن علوم التفسير والحديث والعقيدة والمنطق، وقسم الشريعة من الفقه والأصول وتاريخ التشريع، واللغة العربية بجميع فروعها من النحو والبلاغة وعلم اللغة، فهي تخرج عالما متكاملا. وقد قالوا قديما: لن تصل في العلم إلى ما تريد حتى تتعلم ما لا تريد. فهناك بعض العلوم التي قد يراها الطالب ليست ذات أولوية بالنسبة له، فإذا ما تخرج أحس بأثرها الشديد في تكوينه العلمي. فهذه الكلية هي بيتنا الذي نسعد بالانتماء إليه في إطار انتمائنا إلى أزهرنا الشريف. أما المقدمة الثانية فيتتعلق بأنه من حسن الطالع أن يأتي هذا اللقاء في شهر ربيع الأول، ونحن نتحدث عن أثر فهم السيرة والسنة في فهم الإسلام فهما صحيحا ومواجهة الفكر المتطرف، لا يمكن أن نغفل أو أن نتجاوز هذه الذكرى العطرة لميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا يقول قائل بعد أن قال رب العزة فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن وبما إني الأستاذ الدكتور عوض أشار إلى قضية الشعر والصنعة تغلب صاحبها، فإحنا سنبدأ بمقدمة بما قاله بعض الشعراء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لننتقل منها إلى عمق الحديث عن أهمية الفهم الصحيح للسيرة والسنة. يقول سيدنا حسان بن ثابت: بطيبة رسم للرسول ومعهده، بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد. أي آثار مع الزمن لا بد أن تمحى أو تتأثر، ولكن الأمر مختلف. بطيبة رسم للرسول ومعهد، لكن هنا منير وقد تسمو وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تنمح الآثار من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد. ولا تنمح الآثار، ولن تنمحي إن شاء الله إلى يوم القيامة، ولا تنمح الآثار من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. أقول كلام لسيدنا حسان، أقول ولا يلقى لقول عائب، لا يوجد من يستطيع في الدنيا أن يعيب هذا القول. أقول ولا يلقى لقولي عائب من الخلق إلا غائب العقل مبعد، بأن لساني ملهج بسنائه بصلاته بصفاته بمديحه، لماذا؟ لعلي به في جنة الخلد أسعد، مع المصطفى أبغي بذاك جواره، مع المصطفى أبغي بذاك شفاعة، وفي نيل هذا اليوم أسعى وأجهد. ويقول الآخر: والله والله ما حملت أنثى ولا وضعت
والله والله ما حملت أنثى ولا وضعت أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما حملت أنثى ولا وضعت أبر وأوفى ذمة من محمد، وما في بقاع الأرض وما في بقاع الأرض حيا وميتا ولا بين أرض والسماء كمحمد صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك إذا اقترب من عودة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعلي وقال نستحي أن ننتعل في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قدم المدينة نزل من على راحلته ويقول نستحي أن نركب في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذه المتنبي فقال نزلنا عن الأكواري عن ظهور الدواب نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا. ويقول الآخر أتيتك راجلا أي ماشيا، أتيتك راجلا انظر ووددت أني، أتيتك راجلا ووددت أني ملكت سواد عيني أمتطه، أتيتك راجلا ووددت أني ملكت سواد عيني أمتطيه وما لي لا أسير على المآقي إلى قبر رسول الله فيه صلى الله عليه وسلم. ويقول شوقي يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العالمي، هل تجهلون مكان الصادق العالمي، لقبتموه أمين القوم في صغر وما الأمين على قوم بمتهم، أتيت أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم صغار السمك. قالوا غزوت، وهذا لب حديثنا، قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم، أخوك عيسى أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم، البدر دونك في عز وفي شرف، البدر دونك في عز وفي شرف، والبحر دونك في فضل وفي كرم، محمد صفوة الباري ورحمته وسيد الخلق من عرب ومن عجم، يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته كانت تطبيقا عمليا وترجمة عملية لكثير من آي الذكر الحكيم. فأهل العلم جميعا على أن السنة النبوية المشرفة متممة ومكملة ومفسرة ومبينة وشارحة لما جاء لكثير مما جاء في كتاب الله
عز وجل. ومن ثمة كان الفهم الصحيح لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ليس هامشيا ولا ثانويا، لأن هناك بعض المشكلات نشأت أو تنشأ من عدم الفهم الصحيح أو من الجمود عند ظواهر النصوص. ودائما نفرق بين النص الثابت المقدس الذي يجب الحفاظ عليه، وأكدنا في أكثر منها في أحاديث متعددة أن إنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت، وأن النص الثابت لا اقتراب لا منه ولا من قدسيته، فالقرآن الكريم وما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موضع إجماع المسلمين جميعا، ولكن القضية في الفهم. فإذا كان إنزال الثابت منزلة المتغير يعد هدما للثوابت، فإن إنزال المتغير منزلة الثابت هو طريق الجمود والانغلاق. وقبل أن أدخل في الموضوع أبدأ بمقدمة لطيفة طوى أو بنكتة طوى على لسان امرأة فقيهة عالمة واعية مرت على قوم متشددين فقالت: من سيدكم؟ أي من شيخكم في العلم؟ قالوا: فلان. قالت له: يا فلان كيف تأكل؟ قال: أسمي الله وآكل بيميني وآكل مما يليني وأصغر اللقمة وأحسن المضغة. جمع بين الأداب النبوية والذوق العام وكل الجوانب الشكلية: أسمي الله وآكل بيميني وآكل مما يليني، أصغر اللقمة من الأدب والإتيكيت والذوق والرقي، وأحسن المضغة وأمر صحي. قالت له: ما هكذا يكون الأكل، لقد أخذت بالشكل وتركت الجوهر والمضمون. هو انشغل بالجوانب الشكلية، هذا جيد، لكن قالت له: ليس هذا هو المحك. قال: فما الجوهر؟ قالت: كل حلالا وكل كيف شئت. فلو أن الإنسان أكل حلالا أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، ونسي بعض السنن أو المستحبات فلا حاجة شيء عليه. لكن لو أن الإنسان يأكل سحتا ويأكل حراما وقرأ القرآن 100 مرة وتلا كل الأذكار وسمى 100 مرة فهو سحت يأكل جسده، لا تنفعه لا تسمية ولا آداب ولا سنن ولا مستحبات. قالت له: وكيف تنام؟ قال: آوي إلى فراشي، والحديث جاي في فهم السنة، آوي إلى فراشي فآخذ بطرف ثوبي فأنظف مكاني. تطبيق الحرف النصي جيد. آخذ بطرف ثوبي فأنظف مكاني وأضجع على يميني وأقرأ أذكاري. قالت: وما هكذا يكون النوم، أخذت بالشكل وتركت الجوهر. قال: وما الجوهر؟ قالت: نق صدرك من الحقد والغل والحسد والأدواء والأمراض القلبية والنفسية ونم كيف شئت. فلو أن الإنسان نام خلي البال لا يغتاب أحدا ولا يمقو بأحد ولا يعطل أحدا ونسي بعض الأذكار أو نسي شيئا لا حاجة عليه. ماذا لو جاء إثنان من يا صديقي ويا أخي وعلى يميني هيا بنا نضجع اقرأ الأذكار في يعني تكلف، ثم قال: كيف نعطل فلانا وماذا سنصنع وفلان لماذا، وأخذ يغتابني الناس. ماذا تنفع الأذكار؟ أخذ بالشكل وترك الجوهر. وبالمناسبة في حديث الفراش
هنا بقى الفهم السنة. واليوم ان شاء الله الحمد لله اعتمدنا اول اصدار لمركز الاوقاف للدراسات والبحوث الدينية تحت عنوان مفاهيم يجب ان تصحح في فقه السيرة والسنة. مثلا هل العبرة في المكان؟ هل العبرة والمقصد طرف الثوب، يعني انك لا تحقق السنة الا اذا امسكت بطرف الثياب؟ طيب واذا كانت السنة كذلك ماذا اصنع سيادتي عميد الدكتور جاد والوكيلان الفاضلان الدكتور حسن والدكتور حسني واخونا الاستاذ سعد المطعاني؟ ما عندوش كيف ينظف في طرف البنطلون؟ ولا هتقول له البنطلون بدعة ولازم تعود تلبس الجلباب مرة اخرى؟ وهل لبس الجلباب سنة وعبادة ولا من العادات؟ عارف اقول لك حاجة بسيطة كده، لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد قومه يلبسون البدل والكافطات والبناطيل وقال له حاسبه البدل دي بدعة اعملوا لي جلاليب، لقلنا ان البدلة بدعة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لكن النبي لبس من جنس ما لبس منه ايه؟ قومه. هذا ما كانوا عليه، فاللباس من العادات وليس من العبادات، والعبرة فيه بما يستر العورة ويحقق الذوق العام. والعبرة فيه. ومن يدعي الاسلام لم يفرض زي معينا ولا نمط، ولا اللي لابس عمامة زينا افضل من اللي لابس بدلة، ولا اللي لابس بدلة افضل من اللي لابس جلبية، الناس لا يدخلون الجنة لا بالعمامة ولا بالجلبية ولا بالبدلة ولا بالشهادة ولا بان خريج دراسات اسلامية والتاني خريج صيدلة ولا التاني، ولا بالشهادة ولا بالاسم ولا بالبطاقة. الامر شيء اخر سنعرج عليه فيما بينك وبين الله. فلا تعتمد القضية ليست طالما ان الزية يسطر العورة ويراعي الذوق العام فحقق مقصد الاسلام. تلبس بقى بدلة، تلبس عمامة، تلبس جلبية، تلبس ما تعتقد. ده بالعكس، من يلبس العمامة اخونا الدكتور نادي يوم ان يدعي ان هو السنة وان الاستاذ سعد اللي جنبيه بدعة فهو المبتدع. وإلا هات لي النبي لبس طربوش احمر بزر اسود وطلع لي ده من السنة وقول لي ان دي السنة ودي الايه ودي البدعة. الناس لا يتفاضلون لا بزيهم ولا بشهاداتهم ولا بوظيفتهم، ان انا امام مسجد والتاني شغال حاجة تانية. لا تفاضل لا في الدين لا بالصحيح. فالجانب العلمي سنأتي اليه. الزي الازهري يحترم ولا يقدس. زي عالم، كما ان ضابط الشرطة يعرف بزيه والطبيب يعرف بزيه والمحامي يعرف بزيه. اذا هذا من قبيل العادات وليس من قبيل الايه العبادات، ولا تفاضل في الدين على اساسه طالما انه يسطر العورة ويؤدي الذوق العام. طيب هل القصد بطرف الثوب ولا بنظافة المكان؟ اساتذة الحديث قاعدين يقولوا لنا العبرة بنظافة المكان. حتى شراح الحديث قالوا ايه؟ شراح الحديث من مئات السنين كانوا اكثر وعيا منا او من بعضنا. قالوا ايه؟ وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بطرف الثوب حتى لا الانسان ينظف في يده فتتعرض لاذى من شوكة او نحوها. حياة الناس كانت بسيطة، لا كان عندهم مكانس كهربائية ولا هوايات كهربائية ولا منافض حديثة. فاراد النبي ان يقول لهم نظف مكانك ولو بطرف ثوبك، فان لم تجد الا طرف الثوب فنظف ايه؟ فنظف به. فالعبرة ليست في الامساك بطرف الثوب وانما بنظافة الايه؟ بنظافة المكان. طيب نقول من شابهت حياته حياتهم، خلاص واحد حياته زي حياتهم، أهم دي حياته البسيطة ونظف في طرف الثوب، يقول لك شراح الحديث علل حتى لا تصاب اليد بأذى. طيب إذا ربنا بقى أكرمك بمنفضة هوائية أو بنفضة، هل النظافة ستتحقق أكثر وأفضل للفراش بطرف الثوب ولا بالمكنسة أو المنفضة؟ بالمكنسة أو المنفضة. إذا كأن نقول لك نظف ولو كان بطرف إيه؟ ثوب. مش تحفظ دي وامسك طرف الثوب وانت ابو بنطلون مبتدع وروح انت كده ايه في اهل البدعة وما نظفتش وما طبقتش الايه السنة. ايضا معاك كده بسرعة احاديث، كل احاديث السواك، هل العبرة بعين السواك او بمقصد نظافة الفم؟ انا ما افهمه من جملة الاحاديث العبرة بنظافة الفم تتحقق، والسواك هو الذي كان متيسرا. والسواك
رمز لنظافة الفم. هذه الآلة التي كانت متيسرة، ثبت ان عود السواك له فوائد، الان بيتحول لمعجون ويكون اكثر ايه فائدة. نظافة الفم تتحقق بالسواك، تتحقق بالفرشاة، تتحقق بالمعجون، تتحقق بالغسول، العبرة بنظافة الايه الفم. طيب من اراد ان يستخدم عود السواك لا حرج عليك ولا نعيبه على ان تعنى بنظافته، ولكن ان تحمل عود السواك ويبقى انت فاهم ان اللي معاه سواكين وقلمين هو ده الشيخ الولي، هيدخل الجنة بالسواكين، وده مسلم بسواك، وان اللي مش حط السواك في جيبه مسلم ناقص سواك وما يفهمش في السنة ومش مطبق السنة، هذا عين الجمود. بل بالعكس بقى، بعض الناس يضع ولو جبت طبيا تحلله يجيب عكس اللي قصده سيدنا النبي، تلاقي ان السواك لانه ما بيغسلوش كويس ولا ينظفه ولا يضعه في غلافه وصعوبة وتعرضه للغبار والأتربة يمكن ان يكون محملا بالميكروبات والبكتيريا الضارة التي تضر ولا تنفع. ومن الاستحالة ان يكون هذا مقصدا للاسلام او لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اللي عنده سواك ما بنقولوش شيله، ولا انت مبتدع، انت على السنة وربنا يوفقك، بس بشرطين: ان تعنى بنظافته صحيا، يبقى تحطه وتنظفه وتعنى بنظافته. الامر الاخر ألا تدعي أنك أصلح من غيرك بحملك للسواك على غير من لا يحمله. أنت هتقول لي أنا على السنة، أنت على السنة، لم يقل لك أحد أنك على البدعة وبارك الله فيك، بس اعتني بنظافته وكن أنموذجا للمسلم النظيف، لأن الإسلام قائم على مصالح البلاد والعباد، ولا تدعي الصلاح والتقوى بأنك بتحمل السواك وغيرك لا يحمل الإيه السواك، لأن دي وسيلة وليست غاية. الغاية هي نظافة الإيه الفم، وتتحقق بأي وسيلة. نأتي إلى نقطة أهم جدا، وده ربما هي محل زي ما الرجل القال وغزوته ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دمي. قضية الحديث عن الغزوات في كتب السير، الحقيقة للأسف الشديد كثير من الجماعات المتطرفة والمتشددة والمنحرفة اتخذت من تدريس الغزوات وسيلة للشحن، وبدأ تقرأ حتى في بعض الكتب يقول لك ويستحب لولي الأمر ألا يمكس عاما بلا غزو. حتى طيب يقول لك يقعد سنة كده، ده في بعض الكتب يستحب أن يقعد سنة ما يغزوش. طب بالله عليك، دولة آمنة مطمئنة في مكانها وحدودها مستقرة وجيرانها مستقرين، يقول شكل للبيع. واحد مستقر بقوانين الدول والقوانين الدولية وآمن ومستقر يغزو مين؟ ولا يسيب الدول ويلا يا جدع دور لنا على دولة نغزوها السنة دي، هنغزو مين السنة دي؟ من قال هذا؟ الإسلام لم يكن على الإطلاق دين اعتداء على الإطلاق. الأصل في الإسلام السلام، الأصل السلام، والحرب في الإسلام حرب دفاعية. وكل أيام النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات أعدائه كانت إما لدفع عدوان أو لرد اعتداء أو لرد خيانة أو تآمر أو لرد تآمر أو دفاع متقدم. لم يكن الإسلام معتديا على الإطلاق نهائيا، وحللنا ذلك في كتاب فلسفة الحرب والسلم والحكم. وإلا تعالى بمنطق العقل واللغة، اللي بيسمي يقول لك غزوة الخندق، لو بنت بمصطلح غزة يعني طلع، بالله عليكم مين اللي غزا مين؟ لو انت هتسميها غزوة الخندق، هل النبي هو اللي خد الجيش وطلع يغزو المشركين في مكة والقبائل، ولا القبائل هي التي تألبت وتحالفت وتجمعت وجاءت لغزو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة ولم يجدوا إلا أنهم يحفروا خندق؟ فبمصطلح مين اللي غزا مين؟ هل كان النبي وأصحابه غزاة أو كانوا في هذا المكان مغزوين؟ فكيف تسميها غزوة وهم في موضع الدفاع؟ أحد مين اللي قال مين؟ في بدر مين اللي قال مين؟ تعال بقى للغة. القرآن الكريم لم يستخدم كلمة غزوة كمصطلح على الإطلاق. من خلينا مع القرآن. القرآن قال إيه؟ ويوم حنين. حد يجيب لي كلمة وأقول لك برضو، حد يقول لك أو كانوا غزا هنقولها عشان ما تقولش في آية، غزوة حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يوم الفرقان عن غزوة بدر. هات لي أيام العرب كلها وقع كتب السير يا راجل، ده الكفار أنفسهم ما سموهاش غزوات. يوم بعاث
اي اديكم كلكم اساتذه التاريخ والادب والدكتور مصطفى اهو، ايام العرب في الجاهليه مولانا، اسمها ايام العرب في الجاهليه ولا غزوات العرب في الجاهليه؟ ايام العرب في الجاهليه، والكتاب القدماء كتبوا ايام العرب في الاسلام، فالاسم الادق هو ايام ملاقاه النبي صلى الله عليه وسلم لاعدائه. كلمه او كانوا غزا، ارجع لتفسير الطبري، قالوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أي قالوا لإخوانهم من الكفار إذا ضربوا في الأرض أو خرجوا للقتال فماتوا فهلكوا. ده بيعبر كأنه بيقول كونوا مطمئنين فيما عند الله. لو كنتم في بيوتكم لبازة على، إذن هو يقول لك اطمئن، ليس لك إلا ما كتب، انما مش تسميه، الكلمه دي لم تكن تسميه، كان يعني كان اطمئنوا ولا تكونوا كالكفار الذين قالوا لاخوانهم من اهل الكفر، ده تفسير الطبري، اذا خرجوا لتجاره او لقتال وبتعبير الطبري فماتوا او هلكوا. اذا الاسم الادق ايام ملاقاه النبي صلى الله عليه وسلم لاعدائه، كما كانت في الكتب القديمه كما كانت. ثم بعد ذلك المصطلح كان موجودا من قبل ولم يستخدم لا في الجاهلية ولا في من كتبه في الأيام المتقدمة، ولكن لما بعض الجماعات استخدمت هذا واستخدمته في الشحن وفي تجيش الشباب وغزو، وبعدين انتوا سمعتوا بقى حتى من يقول لك بقى خلاص ده مش غزوة، الغزو بقى دلوقتي غزو ذبح الآمنين يسموه غزوا، حتى سمعتوا بعضهم يقول لك غزوة الصناديق، غزوة الصناديق بقى كله غزو. اذا نسمي الاسماء بايه؟ بمسمى. ثم تعالى الى الحرب يؤكد انها دفاعية، يقول رب العزة اذن للذين يقاتلون. حتى لاحظ ودي اساتذة الباغة، احنا هنا يومنا سعيد طبعا مع اساتذتنا وزملائنا واخواننا. اذن، لماذا عبر بالبناء للمجهود؟ ما قالش اذن الله حتى لا يصرف في استخدام الإذن، ده كأن الإذن ده رب العزة لا يريد أن ينسبه صراحة إلى نفسه، وإنما بناه للمجهول حتى لا تسرف. لما يجي واحد عفوا ولله المثل الأعلى يقول لك، عفوا ولله المثل الأعلى، أنا بقرب لأبنائنا، يقول لك سيادة العميد أذلك، تاخد أنت بقى خلاص ده العميد قال، لكن يقول لك العميد أذلي، يقول لك أذن لك يا عم، مالكش أذن، فهو بيضعفها بيقللها عشان انت ما تبتقلش قوي وتبقى انت لسه عندك تاخد الاذن على حده الادنى، ولا تسرف في القتل ولا تسرف. اذن لمين؟ مش للمسلمين ولا للمؤمنين، اذن للذين يقاتلون في موضع الدفاع، ومش يقاتلون كمان بانهم ظلموا. يبقى الاسلام ليس دين اعتداء ولا دين قتال، ولكن في المناسبة لا تعطي الدنية ولا تعطي الدنية في دينك، وفي المقابل أرأيت يا رسول الله إن جاءني من يريد أن يجتاح مالي أفأعطيه مالي؟ قال لا تعطيه. قال فإن قتلني؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون وطنه فهو شهيد. تقول لي جبت وطنه دي منين يا سيدي؟ تعالى اجمعوا، احنا اساتذة الفقه قاعدين، واللي تعلمناه في الازهر في الاعدادي والثانوي والجامعة وما بعد الجامعة، ان العدو اذا دخل بلدا من بلادنا وجب علينا جميعا على اهل البلد رجالا ونساء شبابا وشيوخا ان يهبوا للدفاع عن بلدهم ولو فنوا جميعا، يموتوا جميعا في الدفاع عن بلدهم. قال لك طب لو كان هنا الوطن مش مقدم في هذه الحالة، كان قال لك لا، اذا العدو تكسر عليكم انجوا بدينكم وروحوا انشروا الدين في بلد ايه تانية. لو اخذ بهذا الرأي لفرغت بلاد المسلمين من اهلها، ولا فضوا جميعا ولا اصبحوا جميعا في الشتات، وانما جعلك تقاتل عن وطنك وعن بلدك عقيدة بأن الدفاع عن الوطن من صميم مقاصد الأديان. هذا جانب اللبس. يبقى الجانب الأول نفهم الأشياء بفهمها
وبمسميات القرآن لها وبمقاصدها. نقطة تانية من اللبس اللي بيجي اللي قلنا عليه بقى الخلط بين العادات والعبادات، زي ما قلنا الزي من قبيل العادات طالما انه يحقق سطر العوى والذوق العام، انك تأتي بقى تلبس العادات مكان العبادات وربما تنزلها منزلة العقائد وتكفر وتفسق بدون علم، هذا امر في غاية الخطورة. هنيجي بس نقطة مهمة جدا، احنا معانا بعض الشباب ممكن بعضهم يجادلك او يناقشك في فهم آية، لكن يقول لك قال فلان من شيوخه وشيوخ جماعته، هذا بالنسبة له يعني لا اريد ان اصف حتى يعني لا يؤخذ علينا وصف، لكن اقول لك بقى ابن القيم الذي هو عمدة عند كثيرين وله عندنا ايضا كرجل من اهل العلم عالم، شوفوا ابن القيم اللي انت واحد يقول لك شوف قلبه اسمع الكلام ابن القيم، هو ممكن ياخد ابن القيم اي حاجة تانية بس الكلام اللي هنقوله ده هو ما يفهموش، يقول لك من افتى الناس، ده ابن القيم، من افتى الناس بمجرد المنقول في الكتب، حتى كتب ابن القيم نفسه ده هو بيتكلم عن نفسه ويتكلم عن الخير الاول، دول الناس كانوا بيتكلموا عن انفسهم الاول، من افتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وازمنتهم وامكنتهم واحوالهم وقرائن احوالهم، قال ابن القيم فقد ضل واضل. انك تيجي لا نص مقدس بعد كتاب الله عز وجل، ومن والثابت كتاب الله وما صح من سنة رسول الله، كل البشر يؤخذ منه ويرد عليه. يقول لك لو انت خدت الكلام اللي في الكتب دي بتاعت اللي في كتبنا من غير مطاعي الاحوال واختلاف الاحوال قال فقد ضل واضل، ده مش كده بقى حاجة تانية. طب هل الائمة دول، ما احنا للأسف ابتلينا بطرفي النقيض، واحد يريد ان يهدم كل التراث ويقول لك نبدأ من الصفر، وواحد تاني يريد ان يتمسك بقضه وقضيده وما جاء فيه من صحيح حتى ربما لو في اسرائيليات عايز يتمسك بيها، بين طرفي النقيض. هم قالوا ايه؟ ائمتنا القدماء لهم كل الاحترام والتقدير ولهم قصب السبق، لكن هم قالوا ايه؟ احنا اجتهدنا، هم اللي قالوا كده، اجتهدنا لزماننا وبيئاتنا واحوالنا. يا علماء الامة لما يجي زمانكم انتوا كمان هاتوا كلامنا ده واجتهدوا، فان وجدتم اجتهادنا يوافق زماننا وزمانكم واحوالنا واحوالكم فهو لنا ولكم ونشكرهم عليه، لكن ان اختلفت الاحوال واختلف الزمان وتغير كثير من الظروف فاجتهدوا لزمانكم. الامام الشافعي عمل القديم في العراق، ما كان يفتي به في العراق سمي بالمذهب القديم، في نفس هو الامام الشافعي وفي نفس الزمن لما جاء الى مصر ووجد من اختلاف احوال الناس افتى في مسائل بفتاوى جديدة عرفت بالمذهب الجديد. حاجة تانية وبنقولها وهنقولها، نص قرآني ثابت وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبقه. ايه النص القرآني؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. سيدنا ده نص قرآني محكم لم ينسخ، نص محكم وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا ابو بكر وجاء المؤلفة قلوبهم الى سيدنا ابي بكر، استشار سيدنا عمر قال له والله لا نعطيهم يا عمر، نص قرآني محكم حدش يقول منسوخ وباقي الى يوم القيامة والنبي طبقه. قال تعالى كنا نعطيهم ونحن قلة مستضعفون والاسلام ضعيف. خلي بالك معناه ايه. طب انت دلوقتي يجي واحد يقول لك وفي الرقاب، تحجز التمن بتاع الرقاب هتوديه فين دلوقتي؟ اذا لم يوجد اصحاب السهم انصرف بالسهم الى سهم اخر تروح بيه للفقراء للمساكين للسهم. انت دلوقتي ما عندكش رقاب، هتطلع تمن الزكاة تركنه لغاية ما نبقى نجيب رقاب ولا تصرفه على المستحقين من اصحاب الاسهم الاخرى؟ هو المؤلفة قلوبهم زيه، لما نبقى قوياء
يبقى ما فيش حاجة اسمها المؤلفة. احنا اقوياء، احنا كنا بنديهم ضعفاء عشان نرد بهم، اما نرد خطاهم او نستقي بهم، فبنحافظ على بلدنا وعلى ديننا وعلى وطننا بتألف بعض الناس. فلو الدولة في لحظة ضعف واضطرت ان تعطي المؤلفة قلوبهم، خلي بالك المؤلفة قلوبهم دول ممكن يبقى في مرحلة اشخاص وفي مرحلة دول، دول صغيرة تتألف دول كبيرة لتتقي شرها او لتحظى بجزء من حمايتها، المصلحة الحاكمة والسياسة الشرعية هي التي تحكم. فاذا كانت الدولة في حاجة الى حماية اضافية او في خطر لا تضعه الا بتألف البعض افرادا او دولا ايا كان الامر، كان اصحاب السهم في حكم موجودين. طيب اذا كانت الدولة قوية، ده قالوا يعني ده الذل ان نعطي ونحن اقوياء، الذل في الاعطاء ونحن. سيدنا عمر لم يجمد النص ولم يعطله، ويعني استحال ده سيدنا عمر وابو بكر والصحابه، وانما فهم النص فهما صحيحا. لما الدوله في حاله ضعف يبقى احنا محتاجين المؤلفه، يبقى هم موجودون ياخذوا حقهم. لما نبقى اقوياء فهم في حكم غير ليه. طب انت قوي عايز واحد اقوى منك، اللي اقوى منك مش موجود، في واحد بيخوفك، ما حدش بيخوفك. طب هتدي فلوسك في الهوى؟ مش هتديها في الهوى. ادي اللي فهم النص، نص قرآني والنبي طبقه، وسيدنا عمر قال والله لا نعطيهم، كنا نعطيهم ونحن قلة مستضعفون، اما الان في الذل في ان نعطيهم ونحن اقوياء. هذا جانب. ادي يبقى اذا انت عايز كيف نفهم السنة. شو بقى ابن عابدين بيقول ايه؟ احنا بنجيب كلام كبار العلماء. قال ان المسائل الفقهية اما ان تكون ثابتة بصريح النص اللي انت بتقول عليه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، مثل قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين، نص ثابت فيش كلام ولا يستطيع احد ان يذهب. وبالمناسبة احنا بنقول لن نقضي على التشدد والتطرف من جذوره الا اذا وجهنا وقضينا على التسيب والتحلل والانحراف بنفس القوة والمقدار، وان الدعوات الى التسيب والتحلل قنابل موقوتة كقنابل المتطرفين سواء بسواء، وكلا طرفي النقيض ذميم. يعني انت بتقول لن تستطيع ان تقضي على التشدد من جذوره الا اذا قضيت على التسيب من جذوره. ما امر الله في الاسلام الا حاول الشيطان ان يأتيك من احدى جهتين لا يبالي ايهما اصاب، اما من جهة الافراط واما من جهة التفريط. ومعنى الوسطية هي ألا تذهب لا إلى التشدد والتطرف ولا إلى التسيب والانحلال، لأن أهل الشر إن وجدوا في بعض الشباب ميلا إلى التشدد، ميلا إلى الالتزام، حاولوا أن يجروه إلى التشدد، وإن وجدوا فيه ميلا إلى الانحراف حاولوا أن يجروه إلى التسيب. ابن عابدين باقي نقطتين هختم بيهم، قال إن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص، واما تكون ان تكون ثابتة بضرب من الاجتهاد والرأي، وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه، بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله، ولذا قالوا لا بد من معرفة عادات الناس، فكثير من الاحكام تختلف باختلاف الازمنة. والامام وقال لو جاءنا احد من بلد غير الذي نحن فيه لأفتيناه بعادة بلده لا بعادة بلدنا، مراعاة العادات وأحوال الناس. وهذا ما عليه أهل العلم والفقه من أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وأن ما كان راجحا في عصر قد يصبح مرجوحا في عصر آخر. زي زكاة الفطر ممكن تبقى في فترة راجح فيها الحب والطعام إذا كان الناس معهم النقود، كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون مع الناس النقود ولا تأتي قوافل الطعام. فإذا كان المال موجودا والطعام شحيحا كان إخراج الطعام أولى لمصلحة الفقير. أما إن كان المال متيسرا ولكنه سيأخذ الطعام فيبيعه بنصف قيمته والخسارة على الفقير فالمال أولى. فالفتوى تتغير من مكان لمكان. قضية تنظيم الناس، إذا كانت الدولة عدد سكانها قليل ومساحتها واسعة وفي حاجة إلى أيدي عاملة يبقى هنا الكسرة مطلوبة. الدولة مساحتها قليلة وعدد مواردها ضعيفة وهي في حالة بناء
والزيادة السكانية ستجعلها كصها كخساء السيل، فالتنظيم أولى. ففي أحكام لا تؤخذ هكذا كتلة واحدة. في مثل حالنا بنأكد أن التنظيم ضروة شرعية ووطنية، لأن الكسرة قد تنتج كسرة كخساء السيل. لكن هل هذا حكم مضطرد على جميع الدول والأزمان والأمكنة؟ لا، حكم ممكن تلاقي دولة عندها مساحة مترامية الأطراف وعدد سكانها قليل وتريد أن إذن القضايا بتختلف في اختلاف الفتوى، تختلف في اختلاف الزمان والمكان والأحوال. وما كان راجحا في عصر أو في حالة قد يكون مرجوحا، وما كان مرجوحا يصبح راجحا إذا تغير المكان أو الزمان أو الحال أو الفتوى. هختم بنقطة مهمة، ودي ختامة النقطة إنها ذب القضية، ودي المشكلة اللي دايما عاملة إشكاليات بين علماء الدين وما يسمى بالتيارات الأخرى سواء مدنية أو كذا. قضية ان الناس احيانا كانت تفهم يعني مفهوم الاحكام الشرعيه. وبمناسبه الدكتور عوض لما قال تحقيق الخلافه لا يقصد الخلافه بمفهومها، يقصد قضيه الاستخلاف، استخلاف ان جعلهم في الارض خليفه. وقلنا ان الاسلام لم يضع نظاما ولا قالبا ثابتا لنظام الحكم، من يحكم به يكون يحكم بالاسلام ومن لا يحكم به لا يحكم بالاسلام، وانما وضع اسسا اسسا عامه، تحقيق العدل ومنع الفساد وقضاء حوائج الناس وحرية المعتقد. أي حكم يحقق العدل بغض النظر عن اسمه وشكله، وإلا بقى كان كل واحد ممكن يسمى نفسه خليفة لو كان الأمر بالأسماء والمسميات. واحد زمان كان يقول لك هل في بيتكم نم؟ نعم. تريد يأكل عندكم على السكر والحلو؟ نعم. هل تريد ألا يأكله النم؟ نعم. اكتب عليه ملح. انت وكتبت على السكر ملح ولا كمون هيجيله النم، لان العبره ليست بالشكل ولا بالاسماء وانما بالجواهر. والا ادي الدكتور مصطفى بتاع التاريخ ومعرفش الكتب اتغيرت ولا لسه، لما كان يقول الخليفه العباسي الاول ابو عبد الله السفاح، مش انتوا اللي دستونا الكلام ده؟ ابو عبد الله السفاح. يا اخوانا خليفه ازاي وسفاح ازاي؟ طب لو هو خليفه شرعي يبقى سفاح. طب سفاح ليه كمان؟ في كتب لقصارة ما سفك من الدماء، وكان يقتل على الهوية القبلية، وقتل بني أمية مش على الكفر ولا على حاجة، ومع انه لا قتل على الكفر ولا على المعتقد، قتل على الهوية القبلية لدرجة ان جمع مجموعة من جماعة بني أمية، ويمكن الكتاب لسه موجود خدت بالك، جمع جماعة من بني أمية ثم يعني استشفقوه فكاد يشفق عليهم، فقام احد الشعراء اسمه ثابت قطنة قال له لا يغرنك ما طار من اناس ان تحت الضلوع داء دوية، فارفع الصوت واعمل السيف حتى لا طار فوق زهرها اموية. هي ده يبقى هي الخلافة اللي احنا عايزينها. ما هو ايه الفرق بين اللي كتب ده واللي بيعمل ابو بكر البغدادي؟ ما فيش حاجة خالص. اذا القضية طيب حاجة تانية، اذا القضية مش في الاسماء ولا في الايه ولا في المسميات. ممكن سمي نفسك ميت خليفة واعمل اللي اتعمل، هل هي دي الخلافة اللي انت تبحث عنها؟ الخلافة المقصودة بمعنى استخلاف. طب ماذا نقول في الاحاديث الواردة في الخلافة؟ في جملتها ان يكون للناس نظام، وان لا يترك الناس فوضى. بلا نظام لا يصلح الناس فوضى، بتاع الفلاغة الدكتور حسني، لا صلاة لهم ولا صلاة لهم اذا جهالهم ايه ساد. تعال بقى تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في ادارة الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في بعض التصرفات بصفته نبيا ورسولا بمحض الامور التعبديه في باب العقائد والعبادات. صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. ولذلك يقول لك الامور دي فيما صح او ثبت توقيفيه. الصيام رمضان محدش يقول صوم في شعبان، ولا حد يقول لك صلي ست صلوات. امور توقيفيه تعبديه تصرف فيها صلى الله عليه وسلم بصفته نبيا ورسولا. لكن تعالى بقى، هناك ما تصرف فيه بصفته نبيا رئيس دولة، أو نبيا وقائد جيش، أو نبي وقائد أعلى للشرطة، أو نبي وقاضي قضاء. لأن على عهد النبي كان هو النبي وهو رئيس الدولة وقاضي القضاء والقائد الأعلى للجيش والقائد الأعلى للشرطة. طب تيجي تقول لي ممكن نعملها دلوقتي؟ أقول لك اختلاف الزمان وتغير الأحوال واختلاف ظروف وطبيعة حياة الناس اقتضت نسقا آخر ونظاما آخر. ده انت لو عملت ده يقول لك تكدس السلطات. طب ده لان النبي صلى الله عليه وسلم
هناك ما تصدف فيه بقى بصفتي نبيا ورسولا، وما تصدف فيه بصفتي حاكما او قائد اعلى القوات المسلحه. هختم بحاجه واحده بس، من قتل قتيلا فله ايه؟ سلبه. طب الراجل في القوات المسلحه الان او في الشرطه، وقع طياره، قصر دبابه، جاب مضرعه من الارهابيين، خلاص بقى مش انت عايز نص؟ بيني وبينكم حديث رسول الله، ده بتاعي. الراجل بقى لو في حمله في قتال المتطرفين يقول لك العربيه والمحمول والساعه والفلوس اللي انا في العربيه انا اللي قتلته، لو انت هتاخد بظهر الايه؟ النص. نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم لانهم كانوا متطوعين، وكان لم يكن للجند حينئذ رواتب على عهد سيدنا رسول الله، ولذا كان للراكب وكان ما بس الله يفتح عليك لسه كمان حاجه، يقولون للراجل الماشي سهم والراكب سهمان، لانه هو اللي بيشتغل فاس، هو اللي بياكله، هو اللي بيصرف عليه، وهو اللي بيجيب السلاح. اما الان فهذا شان عام تنظمه. النبي هنا تصدف بصفته نبيا ورسولا وقائد اعلى الجيش والشرطه. طيب لقي رب، ما عادش في نبي ورسول تاني بعد سيدنا رسول الله، بقيت الصفه الاخرى وان يكون المتصرف له نفس الصلاحيات، فده تنظمه قوانين الجيش والشرطه. لما يجي يقول لك من احيا ارضا ميتة او مواتا فهي له، يجي الان راجل اعمال او شركه تحط ايدها على مليون فدان وتقول لك بتاعتي، وتيجي القنه تقول ادفع حق الدوله وحق المال العام، يقول لك حديث النبي من احيا ارضا مواتا فلا. يا سيدي النبي تصدف بصفته نبيا ورئيس دوله وحاكم، وهذا مما تنظمه الامور العامه. والنبي كان بيشجعهم على الزراعه، وحاجه ما هي بص مك الارض صحراء ومتراميه الاطراف وهم قله، وبيستوردوا غذائهم كله جاي من بره مكه والمدينه. طيب لو في بلد حاجتها ووضعها زي مكه والمدينه والرئيس بتاعها طلع قال انا هشجع الناس اللي يستصلح هذا له، لكن انت بقى تيجي في بلد لها ظروف وكذا، هذا ينظمه الولي الامر بصفتي حاكما، يبقى تيجي يقول لك لا انت هقيد لك نسبه، تعمل حق انتفاع، تدفع حق الدوله. هذه القراءه وهذا الفهم هو يعني ما يزيد كثير من الاشكاليات. ولذلك قلنا لابد من اعمال العقل في فهم النص، والاجتهاد في ضوء مستجدات الايه؟ العصر، ومراعاه احوال العصر وظروف العصر، حتى لا نحمل الناس على يعني انا اقول لك بدال ما انت بتحبب الناس في سنة النبي. هذه الجماعات صارت بجمودها وتطرفها صدتا عن دين الله عز وجل. ان شاء الله عقب صدور الكتاب خلال اسبوعين سنترك لكم على الاقل 20 نسخة ان شاء الله في مكتبة الكلية، وللزملاء ايضا مفاهيم يجب ان تصحح في فهم السيرة والسنة. ومعنا أخونا الدكتور مصطفى زكي مع زملائه في التاريخ، والله أنا قلت لهم عايزين نعمل مفاهيم يجب أن تصحح في التاريخ الإسلامي، وعندك الكتاب اللي هو ابن العربي أبو بكر ابن العربي العواصم من القواسم، لو اتاخد وتشرح وتعمل عليه هناك يجب أن نصحح كثيرا من المفاهيم برؤية واعية حكيمة. أقول لك حاجة ظريفة كده أختم بها نكتة، حد من الشباب والدكتور أشرف معانا لا يدرس الآن على فكرة، نعم لا يدرس الكتاب أنت ذكرته الآن لا يدرس، لا خد منه انتقي منه، أنا مش بقول درسه، هات الكتاب قصدك القديم، طبعا لا يدرس. حاجة ظريفة كده، والشباب بيعدوا خطبة، فواحد عايز يعمل خطبة عن الأمانة وهم بيكتبوا، بقول لك فكر بالعقل، فجايب كده من اسبوعين مش بعيد يعني، فجاي بيقول اني واحد التابعين اسمه يونس اشترى فرس، فلما اشترى الفرس بيسال الغلام بتاعه قال له الفرس بكام؟ قال له بدرهم، فقال له لا فرسك يساوي اكثر من هذا، فهيكتبه وجايبه نقله من كتاب. فانا دعابه كده قلت له لما الفرس بدرهم تبقى المعزه بكام؟ خدت بالك؟ فجيت قلت له طب تعالى بقى تعالى بقى نجيب العقل. اول حاجه ديت الرجل 100 من الابل او 1000 دينار من الذهب، يعني ما يعني ان الجمل كان يساوي 10 ايه؟ 10 دنانير من الايه؟ مش 10، والخيل عندهم كان اسمن من الابل. في حديث الرجل اللي جاي يسال النبي وقال له هل عندك من شيء؟ وجاب له قعب وحلس حصيره قديمه وحته فخار، باعهم النبي بكام؟ بدرهمين. يعني الحصيره ثمن الفرس، هل بالعقل والمنطق؟ يا اخوانا ارجع ابحث كويس،
جه لقى الرواية بتتردد ما بين 300 درهم و800 ايه و800 درهم، مما يعني انك لا تسلم عقلك لمجرد النقول الموجودة مهما كان اسم الكتاب الذي تحت يدك، طالما انك لا تتعامل مع نص مقدس من كتاب الله ومع ما صح من سنة سيدنا رسوله. عند كتاب الله تأخذ وتسلم وتعمل عقلك في فهم النص، وعند سنة رسول الله. اما في كتب التفاسير والحديث والتاريخ يجب ان نقع بعقلية واعية ناقدة تعمل العقل، حتى لا نجعل الناس ينظر إليك على أنك لا تفكر. وقد قالوا العاقل من يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق من يتكلم دون أن يفكر. شكرا لحضراتكم جميعا، وأعرب عن سعادتي، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.